يسجل اليمن مجددا تراجعا في شتى مجالات الحياة، فلا ماء ولا كهرباء ولا أمن ولا دواء ولا عمل. البطالة تفتك بالشباب، الحرب تطحن البسطاء وتقطع بهم السبل. وبينما ريح الحرب تدور، يجد اليمنيون أنفسهم أمام مأساة تتسع، فهنالك الملايين منهم بحاجة ملحة لمساعدات عاجلة بحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة، محذرة من أن اليمن يواجه مجاعة شاملة.